تستمر مبادرة حياة كريمة في توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في عدة مناطق بمحافظة الجيزة. تشمل تلك المناطق إمبابة وأرض اللواء التي شهدت إقبالا وترحيبا كبيرا من المواطنين. مؤسسة حياة كريمة يعني عاملة المبادرة دي علشان تخفف حمل على الأهالي، ودي حاجة كويسة. النهاردة الأهالي اتفاجئوا بسعر اللحمة، وامبارح برضو كانوا متفاجئين بسعر اللحمة اللي هي ب210. هم على طول بيسمعوا لسعر اللحمة ب350 و400، فهم فرحوا جدا ان مؤسسة حياة كريمة عاملة كيلو اللحمة البلدي البقري ب210. هم في الأول ما كانوش مصدقين، بس لما جربوا امبارح جم النهاردة عشان يشتروا بأعداد كبيرة جدا.